الشيء اللي خلاني نربح هذا التحدي هو الاكسبيريونس عندي اللي خدمت في المطبخ الفرنسي والمطبخ الاسباني والمطبخ الاسيوي، يعني اشتغلت فيهم كلهم مع بعض. هذا الشيء هو اللي خلاني ندمجهم مع بعضهم وخرجت الصحن اللي عجب الحكام وعجب الناس والزبائن اللي كانوا جاوا عندنا المطعم. وهذا الصحن اصلا عنده قصه، هو صحن احد الشيفات اللي خدمت معاهم في المغرب تقريبا هذه مده 2013. وهذا الشيف كنت نحبه كثير، يعني شيف اسباني حتى هو كان تيدمج كثير الطبخ الاسيوي مع الطبخ الاسباني والفرنسي، كان عنده نفس التوجه. طب الصحن ديالو كان بازيك، انا خديته وعملت عليه تقنيات جداد، يعني كنا نعملوه بفينيغريت وحده، انا عملته بثلاثه فينيغريت. الصحن ما كانش فيه الجولي بتاع النعناع والكزبره، عملت فيه الجولي النعناع والكزبره. ما كانش فيه الشيبس تاع الجينجر، عملت فيه الشيبس الجينجر. يعني اخذت الصحن وطورته اكثر. المايونيز اللي كنا نعملو فيه، ما كنا نعملو مايونيز بازيك فرنسي، انا عملت مايونيز ازياد، يعني عملت فيها عملت مايونيز باللايم، قشرة اللايم والفينيغر دوري، يعني خل الرز